هناك نسبة 20 أقل أكثر صوتوا لهذه القوى السياسية، هذا واحد. اثنين، قناعات الناس مهمة. أنت الآن معارض سياسي وهناك جهات كثيرة معارضة لهذه التجربة وما فيها من تفاصيل، لا تمتلكون القدرة على إقناع 80%، وبالتالي خلي 20% تتصرف. أنت ما قادر تسحب جمهورك المعترض. يعني يعني هسه ما اختلف كثيرا ويا الدكتور، لكنه عندي مؤاخذة انه نعم هو هذا الموضوع يعيب مو الشعب العراقي، لا مو عيب على نسبة 19% مو 19% من مجمل العملية السياسية بعربها بشيعتها بسنتها بكردها. ال 19% هو هذا الجمهور. احنا من نجي نحسب نقول التيار الصدري جاب 850 الف صوت، بمعنى انه هذا جمهور التيار الصدري. من نروح للاطار التنسيقي عليه السلام شو نقول؟ نقول جابوا 3 ملايين و150 الف ذولا، هذا مستواهم بالعراق. باقي النسب هسه يجوز انا ما اعرفها، لكن من نجي نجمعهم كلهم نقول 19%. هذا معيب على الجمهور مال الاحزاب ال 19% مو الشعب العراقي. هو صار المعروف انه جزء من تشرين مع الاطار الان استاذ حسين. جاي عمم على 42 مليون استاذ حسين، لكن هم الحقيقه هناك حديث عن انه جزء من تشرين مع الاطار الان. هسه اللي راح على البركه طوتشن فيليس طومان صيب موفقوا بالعراق. يعني هذا واقعي الحديث. هذا واقع. ليش هو ليش يعني مثلا كثير من التشرينيين عرضوا عليهم فتشي معين، تعالوا يا ريت تعال صير ناطق رسمي راتبك هل قد؟ اي نعم. اكو منهم ابا قال لك انا عايش، فلان يا يروح لامريكا باسبوع وانا ممكن اروح لها بشهر، فلان صاعد تاهو وانا عندي قناعه بايسكلي زين، واكو واحد ركض ورا التاهو، بالعافيه خليه يركض ورا التاهو، هذا مو مشكلتي. لكن اليوم المبادئ، يجوز انا مثال زياده عن اللزوم، المبادئ والثوابت والسمعه والسيف اللي راح تركه لك، انت ورا ما راح تموت، راح الناس تلعنك. هسه افرض فرضا مثل ما اجى صدام حسين او البعثيه المجرمين اجوا وسقطوا عبد الكريم قاسم، ايش طلعوا عليه؟ اشتغلت الاشاعه على عبد الكريم قاسم انه هو مجرم و وراح راحوا قسم الاميرات وسحلوا المملكه. ومن سقط البعث اجوا سووا الجماعه، لكن احنا انا رجال متاذي من البعثيه، لكن تعظمت وصارت عظيمه وما نذكر فد شيء صدام حسين بس الشر. لذلك العدو عدو صديقي بالوقت الحاضر. شنو هذا النظام هسه انت معارض للنظام؟ لا، شنو بديلك استاذ حسين؟ شنو بديلك؟ لا اكو بدائل. شنو بديلك؟ اكو بدائل. لو كانت تجربه ديمقراطيه بديلي انه احنا نروح للدستور نعدله، وقضيه انه احنا نسويها مكونات ومحاصصه وكل واحد النسبه مالته احنا هذا ما نريدها، احنا نريد نرجع للمواطنه، وهذا الدستور ما بيه مواطنه. احنا نريد انتخاب هسه رئاسي شبه رئاسي، انتخاب الرئيس مو انتخاب الحزب. حزب رقم 2 يروح يتفق ويا 10 ويسيطر على ما اعرف شنو اي وزاره، هذا مو بيع وشراء. احنا ندري الوزارات شلون تنباع وتشترى، يوميا يطلعوا لنا ملف ابو الهوش وابو المدري منو وذاك ابو ما اعرف هسه يعني انا عذر للشعب العراقي، لكن هذا منطق مال اداره الدوله. وانا اتحدث عن 19 عام، ما اتحدث عن حاله بالوقت الحاضر انفرضت باراده قويه من الخارج واراده شعبيه. اتفق مع الدكتور وفرضت وطلعت لنا السوداني، واحنا مع السوداني جمله وتفصيل في حال ذهب للخدمات.